أما عن التاريخ العربي في كأس العالم، فلقد وصلت المنتخبات العربية إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة سنة 1934، وكان حينها منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد المتأهل. انقطعت بعد ذلك المشاركة العربية حتى سنة 1970، حيث ترشحت تونس فقط لتسجل أول فوز للعرب في كأس العالم، وذلك بعدما انتصرت على المكسيك بنتيجة 3-1. ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع المشاركة العربية في كأس العالم، وشارك فريق عربي واحد على الأقل في كل دورة. وفي سنة 1986 أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور الثاني، ليتمكن أيضا سنة 2022 من أن يكون أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع النهائي والنصف النهائي. أما عن أكثر الفرق العربية تأهلا إلى كأس العالم، فتحتل كل من تونس والمغرب والسعودية المرتبة الأولى، وذلك بست مشاركات لكل منتخب منهم. تأتي بعدهم على القائمة الجزائر التي شاركت 4 مرات، وتليها مصر بثلاث مشاركات، فيما تأهلت الكويت والعراق وقطر والإمارات مرة واحدة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.